لوكيشن. نبدأ جولتنا الإخبارية الثقافية هذا الأسبوع من باريس، حيث أطلقت دار سوثبيز للمزادات في العاصمة الفرنسية مزاداً علنياً عبر الإنترنت لبيع مخطوط نادر عن رواية جيرمينال للروائي الفرنسي الشهير إيميل زولا، وذلك بعد قراءة المخطوط وفحصه من قبل مختصين. في السياق ذاته، لا تزال الدار تقدم للجمهور الخدمات الخاصة ببيع الأعمال الفنية على الرغم من إجراءات الوقاية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا من خلال نقل المزادات إلى منصات افتراضية عبر الشبكة العنكبوتية. رواية جيرمينال صرخة شعب تعتبر من أهم روايات زولا ومن روائع الأدب الفرنسي. فاز الممثل والمخرج السينمائي اللبناني أو المسرحي اللبناني قاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني على جائزة الإنجاز بين الثقافات عن المشروع الذي تقدم به إلى الجائزة، حمل عنوان شبكة الثقافة والفنون العربية أكان. لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة أعلنت أن عدد المشاريع التي وصلت إليها بلغت 1300 مشروع ثقافي من 87 دولة تنافست للفوز بالجائزة التي ترعاها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية. المشروع الفائز شبكة الثقافة والفنون العربية أكان سبق أن أطلقه قاسم اسطنبولي بدعم من جمعية تيرو للفنون في بيروت وبمشاركة ناشطين ثقافيين لبنانيين. تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 10 من كانون الأول الحالي بمشاركة عربية ودولية من 67 دولة. بحسب إدارة المهرجان، فإن الدورة الحالية سوف تعمل على تكريم المرأة تقديرا لإبداعها في المجال السينمائي من خلال تقديم أعمال سينمائية نسائية وتكريم النساء العاملات في الحقل السينمائي مثل المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصورة التي سبق لها أن أخرجت فيلمها الروائي الأول عام 2012. مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض نحو 150 فيلما سينمائيا، ويستضيف ويكرم الممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دونوف. صدرت الترجمة العربية من رواية مالكومن للروائية الإيرلندية أنا بيرنز عن دار أثر للنشر والتوزيع في العاصمة السعودية الرياض. جاءت الترجمة بتوقيع ريوف خالد ومراجعة أحمد حسن المعيني. سبق لرواية مالكومن أن حازت على جائزة البوكر الدولية كأفضل رواية عن عام 2018، على الرغم من أن عدة دور نشر رفضت طباعة الرواية قبل فوزها بالبوكر. أحداث الرواية تدور ضمن قالب ساخر من العنف الذي تتعرض له النساء خلال أزمنة الحروب، وجاءت بلغة شعرية وسرد ملفت للنظر يغوص داخل الحالة النفسية للأبطال. الروائية أنا بيرنز مولودة عام 1962 وتعد من أبرز الأصوات الأدبية الإيرلندية على الصعيد العالمي. غيب الموت الروائية والصحفية الإسبانية ألموندا جرانديس عن عمر 61 عاما بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز من خلال تويتر، وقال: نفقد أحد الكتاب المرجعيين في عصرنا، لقد كانت ملتزمة وشجاعة وتركت تاريخنا أو ورثت تاريخنا بوجهة نظر تقدمية، ستظل ذكراك وعملك معنا دائما. بدوره غرد معهد سيرفانتس عن رحيل ألموندا على تويتر: نوجه تحية وداع ثقيلة إلى ألموندا جرانديس الروائية الأساسية في الأدب الإسباني. الراحلة حققت شهرة كبيرة إثر إصدار روايتها الأولى المثيرة للجدل أعمال من لؤلؤ في عام 89، حازت على جوائز عالمية كما ترجمت إلى 19 لغة، وسرعان ما أصدرت رواياتها تباعا مثل سأتصل بك يوم الجمعة ومالينا هو اسم التانجو.
انطلقت فعاليات أسبوع الثقافة الهندي في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واللي بيصادف أيضا مرور الذكرى 75 لاستقلال الهند ومرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين والهند. تأتي فعاليات أسبوع الثقافة الهندي برعاية وزارة الثقافة الفلسطينية والسفارة الهندية في دولة فلسطين. الأسبوع يقدم مجموعة عروض فنية لفرقة أنفشانا للرقص والفنون، إضافة لتنظيم عدة ورش فنية تشارك فيها الفرقة الهندية مع فرق فنون استعراضية فلسطينية. ممثل وزارة الثقافة الفلسطينية السيد ماهر أبو ريدة قال أن هذه الأسابيع الثقافية الدولية تأتي ضمن الاحتفاء ببيت لحم كعاصمة للثقافة العربية. افتتح في العاصمة الكويتية فعاليات الدورة 21 من مهرجان الكويت المسرحي في مسرح الدسمة بعد توقف استمر لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا. شهد حفل الافتتاح حضور المئات من عشاق الفن المسرحي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. وشهد الحفل عرض عدة مشاهد مسرحية مثل مشهد ارجع يا مسرح ومسرحية رسالة فنان من تأليف فاطمة المسلم وإخراج يوسف البغلي، وأداها أو مثل فيها مجموعة من أبرز الفنانين الكويتيين. أيام مهرجان الكويت المسرحي تعرض 8 مسرحيات إضافة لعقد ندوات ومحاضرات وورشات تدريبية. الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح قال إن هذا هو أول مهرجان نعود به لجمهورنا، وهو مناسبة لتفعيل الحراك الثقافي والفني للمسرح ليكون رافدا مهما لظهور المواهب والإبداعات. أعلنت الجمعية الملكية للآداب في العاصمة الإنجليزية لندن عن انتخاب الروائي الإسباني خافيير مارياس عضواً فيها، وبهذا يكون مارياس أول إسباني يصل إلى مقاعد الجمعية الملكية للآداب التي أسسها الملك جورج الرابع عام 1820 بهدف تكريم الأدباء المتميزين. تضم الجمعية حوالي 450 عضواً من المبدعين العالميين، وينضم لها سنوياً 14 عضو جديد بحسب النظام الداخلي للجمعية. خافيير مارياس مولود في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1951، وهو مرشح دائم على قائمة جائزة نوبل للآداب ومن أهم الروائيين العالميين.